ما تقدم من كلام كان بمثابه شرح وبيان وتوضيح لمفهوم العباده في اطارها العام مثلما قلت لكم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون العبادة هنا برنامج حياة وليس الحديث عن طقوس معينة مشخصة الطقوس ستكون جزءا مميزا في هذا البرنامج اذا العبادة برنامج عام شامل لحياتنا في ضمن هذا البرنامج هناك ما نستطيع أن نجعله عبادة مخصوصة مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر من أن تكون له نية في كل شيء في أكله. في نومه في أي شيء يرتبط بتفاصيل حياته اليوميه فيمكننا ان نحول هذه الاجزاء الى عباده مخصوصه ضمن السياق العام لبرنامج العباده العام الذي من اجله خلقنا وهناك عبادات مشخصه مخصصه من قبل محمد وال محمد صلوات الله عليهم العبادات المشروعه ان كانت واجبه او كانت مندوبه مستحبه قطعا العنوان الاول فيها الصلاه وبعد الصلاه تاتي العناوين الاخرى الصوم والحج الى بقيه العناوين الاخرى لكن العنوان الاول في هذه العبادات المخصوصة التي خصصها ورسمها لنا محمد وآل محمد العنوان الأول الصلاة سأقرأ عليكم حديثا هذا الحديث لو لم يأتي غيره لكفانا في معرفة كيفيه العباده. اقرا عليكم من الجزء الاول من الكاف الشريف ومن كتاب التوحيد ومن الباب الذي عنوانه باب المعبود الحديث الاول عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. اتمنى عليكم ان تدقق النظر معي في هذا الحديث وان تلتفتوا لما يقوله امامنا الصادق الامام هكذا يقول من عبد الله بالتوهم فقد كفر هذا الامر اتركه لكم انتم كيف تعبدون الله نحن نتحدث عن العباده بالمعنى العام الذي هو برنامج مفتوح في كل الحياه وهذا الامر نحن غافلون عنه هذا امر تنظيري ونتحدث عن بعض الاجزاء التي نحن نحولها الى عباده بالنيه الصحيحه للعباده وهذا امر لا يفعله كثيرون يفعله قليلون لكنني اوجه النظر الى الامر الذي يفعله جميع المتدينين جميع الذين يقولون نحن شيعة للحجة ابن الحسن انها العبادات الواجبة وعلى راسها الصلاة وعلى راس الصلاة الصلوات اليوميه المفروضه انتم تعرفون انفسكم انا لا اريد ان اشخص لكم كيف هي عبادتكم الامام الصادق هكذا يقول من عبد الله بالتوهم فقد كفر ما المراد من التوهم هناك الوهم الوهم الذي هو جزء من قدره الانسان على التخيل فليس كل الخيال وهم بعض الخيال وهم حينما نقول توهم تفعل الانسان هو الذي يحاول ان يرسم صوره ان يصنع شيئا من مزج معلومات في ذهنه مع صور يستطيع ان يصنعها بسبب ما عنده من قدره على التخيل فمن جمله القدرات التي عند الانسان قدرته على التخيل انه يتخيل الامور تاره يبني خياله على مفردات حقيقيه موجوده في ذهنه وتاره يصنع مفردات من خلال المفردات الحقيقيه يصنع مفردات خياليه وعلى ضوء تلك المفردات الخياليه التي استنتجها واشتقها واصطنعها من خلال مفردات حقيقيه في خزانه ذاكرته في مركز تصوراته في ذهنه ويصنع صوره وهميه ولكنه يقوم بذلك بتقنيه بعمليه توهم تفعل ولم تكن قضيه طارئه مثلا انه يركز النظر في الظلام ويرى شيئا وهميا هذا شيء طارئ الامام لا يتحدث هنا عن الاوهام الطارئه ذلك وهم الامام يتحدث عن توهم التوهم شيء والوهم شيء الوهم شيء طارئ لسبب من الاسباب قطعا ياتي للانسان عبر خياله اما التوهم فهي عمليه مقصوده من قبل الانسان حتى ان لم يكن قاصدا لها بشكل عقلي وعلمي ومنطقي لكنه فعل قدره خياله معتمدا اما على مفردات حقيقيه يقوم بتحويرها واما ان يصطنع مفردات خياليه من خلال المفردات الحقيقيه التي ربما اخذها على حالها وربما حورها في خياله ايضا ومن هناك ينتج صوره هذا هو التوهم التوهم بالضبط مثل ما مر علينا في حلقه يوم امس من انه يجب علينا التفقه عمليه تفقه تفعل هناك عمليه لبذل الجهد وليست فقه امرنا بالتفقه وليس بالفقه الامام هنا يقول من عبد الله بالتوهم هناك عنايه خياليه عنايه ذهنيه مقصوده من قبل الانسان ان يحقق شيئا في عالم خياله واوهامه وبعد ذلك يتوجه اليه بالعباده هذا كفر اكثر الناس هكذا تفعل لماذا لانهم لا يعرفون عقيده التوحيد ولا يعرفون الجهه التي يجب عليهم ان يتوجهوا اليها فلذا هم اما ان يتوجهوا بالمطلق ولا يدرون لمن توجهوا يؤدون صلواتهم يؤدون عباداتهم هكذا بالمطلق وهذا هو ايضا نحو من انحاء التوهم فليس هناك من جهه يتوجهون اليها يقف المصلي باتجاه القبله وكذلك الصائم في نيته لاداء هذه العباده ينوي باتجاه شيء مطلق ليس مشخصا ليس مخصصا بينما سبحانه وتعالى حين امر الملائكة بالسجود وجههم الى مكان معين ومثل ما قلت لكم ذلك انموذج لبرنامج الخلافة في الارض هذه مراسم وضع حجر الاساس لبرنامج الخلافة في الارض فحينما امر الملائكة بالسجود امرهم باتجاه جهه معينه هنا بدات بدايه حركه برنامج الخلافه في الارض ذلك انموذج مصغر الامام هكذا يقول امامنا الصادق من عبد الله بالتوهم فقد كفر لابد ان الفت انظاركم الى نقطتين النقطة الاولى العبادة الصلاة الصيام الحج العبادات المخصوصة التي خصصها لنا محمد وال محمد في دينهم جعلوا تلك العبادات نقاطا لامعة في برنامج العبادة الممتد الواسع هذه النقاط اللامعه البراقه المميزه والتي هي العبادات تتالف من نيه وساحدثكم عن النيه لان النيه التي انتم عليها في عباداتكم ما هي بنيه صحيحه وفقا لفقه العطره هذه نيه النواصب التي انتم تصلون بها وفقا لفقه مراجع النجر وساعرض لكم الروايات والاحاديث ساتيكم بايات الكتاب الكريم لن احدثكم بشيء من عندي ساحدثكم بقرانهم المفسر بتفسيرهم وبحديثهم المفهم بتفهيمهم واعوذ بالله من فقه مراجع النجف. اعوذ بالله من شرور فقههم ومن شرور رسائلهم العمليه. واعوذ بالله من شرور دينهم وشرور عقائدهم وشرور تعاليمهم. لا شان لي بكل تلك القمامه وتلك القذاره. ساحدثكم من العيون الصافيه الاصيله فقط وفقط. فالعبادة الصلاة الصوم الحج وهكذا البقية العبادة تتألف من نية وأهم شيء في فقه العبادات أن تعرف فقه النية لأن العبادة من دون نية صحيحة وفقا لفقه العترة الطاهرة ما هي بعباده هراء فالعبادة تتالف من نية ومن توجه بأي اتجاه تتوجهون فقه النجف يخلط لكم كما يخلط فقه السقيفة بين النية والتوجه التوجه شيء والنية شيء العبادة تتالف من نية ومن توجه ومن طقوس واحكامها. هناك طقوس ولها احكام. سوف لن احدثكم عن الطقوس والاحكام، فهذا باب وسيع. هل تريدونني ان احدثكم عن اجزاء الصلاه وعن احكام الصوم وسائر التفاصيل؟ ساحدثكم عن النية وهي اساس العباده وساحدثكم عن التوجه والتوجه هو روح العباده اما الطقوس واحكام الطقوس فتلك هي اجسام العبادات ابدان العبادات روح العباده في التوجه الى اي جهه نتوجه كيف نتوجه واساس العباده النيه فالعبادة إذن نية وتوجه وطقوس وأحكام لتلك الطقوس أما الطقوس والأحكام فهي متروكة لمضانها لمجالها لا أستطيع أن أتناولها في هذا البرنامج الموجز والمختصر والطقوس وأحكامها تمثل ابدان العبادات بدن العباده اما التوجه فهو روح العباده واما النيه فهي الاجازه الماخوذه للاقامه بهذا العمل انت تقيم هذا العمل فلن تقيمه من دون اجازه هذا التصريح القانوني الرسمي المحمدي العلوي كي تقوم بهذا العمل هذا برنامج مخصوص يحتاج الى استخراج تصريح رسمي قانوني التصريح الرسمي القانوني لشرعيه عبادتكم النيه واهم فقه في فقه العباده هو فقه النيه فيجب عليكم ان تتعلموا فقه النيه الذي لا يعرفه مراجعكم ساحدثكم عن مراجعكم في النجف الذولان لا يعرفونه لانهم يعرفون العباده وفقا لفقه الشافعي وفقا لفقه سقيفه بني ساعده هذه هي الحقيقه من الاخر وانتم مضحكه مسخره انتم انتم مهزله وانا كذلك مثلكم نحن جميعا محكومون بهذه القمامه التي دمرتنا بقمامه حوزه النجف فالعباده اذن نيه وتوجه وطقوس واحكام واحكام لتلك الطقوس هذه النقطه الاولى هناك نقطه ثانيه لا بد ان نفرق بين اوهام عقولنا التي يعبر عنها باذهاننا وبين أوهام البصيرة التي لا نمتلكها نحن لا نمتلك البصيرة من أين تأتينا البصيرة من أين تأتينا البصيرة وعقولنا وقلوبنا ملأ بخراء حوزة النجاة ما هم جاءونا بدين خرائي هذا الدين الذي تعلمناه منهم دين خرائي هذا جاءونا به من نواصب سقيفة بني ساعدة وأبعدونا أبعدونا عن دين إمام زماننا بفقههم وعقائدهم ودينهم وحوزتهم فمن أين تأتي لنا البصيرة من أين تأتينا علينا أن نفرق بين وهم عقولنا ووهم اذهاننا وبين وهم البصيره وهم البصيره شيء اخر هكذا نقرا في ادعيتهم على سبيل المثال اذا ما ذهبت بكم الى مناجاه العارفين المرويه عن امامنا السجادي وانا اقرا عليكم من مفاتيح الجنان فماذا نقرا في مناجاه العارفين بعد ان مر علينا الكلام قد كشف الغطاء عن ابصارهم وانجلت عن ابصارهم عن ابصار بصائرهم وليس عن ابصار ما يدركون بحواسهم قد كشف الغطاء عن ابصارهم وانجلت ظلمه الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجه الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفه صدورهم تلك هي البصيره التي لا نملك شيئا منها اما مراجع النجف انفسهم لا يتخيلون هذه المعاني لان هذه الادعيه اساسا هي ضعيفه الاسانيد مناجاه العارفين من الادعيه الضعيفه السند بحسب قذارات علم القنادري الذي يسمى بعلم الرجال دققوا النظر معي قد كشف الغطاء عن ابصارهم وانجلت ظلمه الريب عن عقائدهم الحديث ليس عن حواسنا ولا عن وجداننا المحدود ولا عن عقولنا المحدوده هذا حديث البصائر قد كشف الغطاء عن ابصارهم وانجلت ظلمه الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجه الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفه صدورهم هذه معرفه بمستوى البصيره لا بمستوى العقل الذي نملكه ولا بمستوى القلب الذي نملكه ولا بمستوى الحواس التي نملكها هذه المدارك العاديه عند الجميع اما البصيره فهي قوة ادراك خاصة تمنح منحا وهبيا وليس كسبيا تستمر المناجاة فأناس بهذا المستوى من الانبلاج والوضوح العقائدي ماذا تقول المناجاة؟ الهي بعد ذلك الوضوح، الهي ما الذ خواطر الالهام بذكرك على القلوب وما احلى المسير اليك بالاوهام في مسالك الغيوب، هذه اوهام البصيره، اوهام البصيره شيء اخر. هذه المضامين لا يعرفها مراجعكم في النجف، هم لا يعرفون شيئا من ثقافه العتره الطاهره وانتم كذلك انتم تاخذون دينكم اما من وكلاء المراجع الحمير الذين لا يفقهون شيئا من دين محمد وال محمد او من هؤلاء الخطباء الحمير الذين يبعث بهم المراجع اليكم. دين محمد وال محمد مصادره هؤلاء لا يعرفونها اجنبيه عنهم هؤلاء غرباء عن هذه المصادر فلا تخلطوا بين وهم العقل وبين وهم البصيره اوهام البصيره شيء اخر الهي ما الذ خواطر الالهام بذكرك على القلوب وما احلل مسير اليك بالاوهام في مسالك الغيوب انني اتحدث عن البصائر الممنوحه من الحجه ابن الحسن لا اتحدث عن هذا الذي تتحدث عنه الصوفيه ويتحدث عرفاء الشيعه عنه تلك تراهات شيطانيه لا علاقه لصاحب الزمان بها انا اتحدث عن البصائر التي ترتبط بنظام خاص بصاحب الامر فالغيب كله بيده هو سيد الغيب الغيب لا يتسرب الى اي احد فليس الصوفيون من اهل الغيب غيبهم شيطاني وليس عرفاء الشيعه من اهل الغيب، غيبهم شيطاني غيب صاحب الامر له طرائقه له اسبابه نحن بعيدون عن ذلك بسبب قمامه حوزه النجف التي ملأوا بها عقولنا وقلوبنا ودمرونا دمرونا هؤلاء مثلما دمروا انفسهم هم هم في حيرة من امرهم، صدقوني يتابعون هذا البرنامج وهم يعرفون هذه الحقائق، يعرفون هذه الحقائق من خلال البرنامج، لا يعرفونها اصلا ويذعنون لها، لكنهم شياطين شياطين سيضللونكم ويبعدونكم عن هذه الحقائق الهي ما الذ خواطر الالهام بذكرك على القلوب وما احلى المسير اليك هذا مسير صائب صحيح باي شيء بالاوهام في مسالك الغيوب هذا عالم اخر هذا عالم اخر الحديث عنه يطول الحديث عنه يطول هناك وجه يختفي في هذه الحياه انتم لا تدركونه نحن لا ندركه انا وانتم على حد سواء حينما نذهب الى سوره الروم هذه سوره الروم والى الايه السابعه التي قبلها ولكن اكثر الناس لا يعلمون هذه الايه السادسه بعد البسمله من سوره الروم في اخر الايه ولكن اكثر الناس لا يعلمون تاتي الايه التي بعدها يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره عن الاخره ليست الاخره وانما عن الوجه الباطن يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره عن الحياه الدنيا الاخره عن الوجه الباطن لهذه الحياه لن نستطيع ان نصل الى هذا الوجه من دون ان نلتصق بظاهرهم وباطنهم لا ان نذهب الى مشايخ الصوفيه او الى عرفاء الشيعه الضلال ان نتوجه الى الجهه التي يريد الله منا ان نتوجه اليها ان تكون العباده باتجاهها ولكن اكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون الحقيقه مضحوك عليهم اما ان الشيطان قد ضحك عليهم واما انهم قد ضحكوا على انفسهم يجدون في انفسهم من انهم على معرفه ودرايه بالامور او ان مراجع الدين قد ضحكوا عليهم وهذا في الاعم الاغلب المؤسسات الدينيه في العالم هي التي تضحك على اتباعها ونحن ايضا مؤسستنا الدينيه في النجف وعلى راسها المراجع الشياطين الكبار هم الذين ضحكوا على اجدادنا وابائنا ولا زالوا يضحكون علينا. ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا اذا اين الوجه الاخر؟ نحن غافلون عنه وهم عن الاخره هم غافلون غافلون عن الوجه الاخر هذا الذي اقرأه عليكم من مناجاة العارفين هو جزء من الوجه الذي نحن عنه غافلون والا اين هذه المعاني في حياتنا او في حياه ابائنا او في حياه اجدادنا إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب وما أحلى المسير إليك بالأوهام نسير إليه بالأوهام ما هي أوهام عقولنا؟ الإمام هنا يقول من عبد الله بالتوهم فقد كفر ما هو السير اليه بالاوهام هو هذا توهم السير اليه بالاوهام توهم لكن الحديث هنا عن الوجه الاخر من الحياه عن البصيره وهذا واضح في الادعيه والمناجيات من ادعيه شهر رجب ايضا وقلت لكم فيما تقدم من حديث من ان أدعية شهر رجب هي أدعية التوحيد، هذا دعاء من أدعية شهر رجب، وأنا أقرأ عليكم من المفاتيح الدعاء الذي أوله: اللهم يا ذا المنن السابغة، والآلاء الوازعة، والرحمة الواسعة، والقدرة الجامعة، هذا أول الدعاء ماذا سيقول الدعاء؟ وهو في اعمق معاني التوحيد. يا من يا من يا من يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الاوهام هناك اوهام ولها لطائف وللطائف دقائق نحن لا نتحدث عن اوهام الخيال من عبد الله باوهام الخيال فقد كفر الامام الصادق يقول هذه الادعيه تتحدث عن اوهام البصيره واوهام البصيره شيء اخر هذا الدعاء ماذا يقول يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الاوهام وانحسرت دون ادراك عظمته خطائف ابصار الانام فالحديث هنا عن اوهام لها لطائف ولها دقائق اوهام البصائر لها درجات ولها مراتب وهذا حديث اجنبي بالمطلق عنكم اتمنى ان اجد وقتا كي اشرح هذه الادعيه الشريفه لكن الاولويات هي التي تحول فيما بيني وبين ذلك فايهما اولى ان اتحدث عن العقيده السليمه التي تجهلونها ام ان احدثكم عن هذه الحقائق العميقه التي هي غريبه بالكامل عنكم نحن بحاجه الى العقيده السليمه العقيده السليمه هي البدايه وهي الاساس من دون العقيده السليمه فانتم لستم شيعتان بحسب فقه الحجه ابن الحسن لا شان لي بفقه القمامه في النجف بفقه المزبله انه فقه مراجع النجف لا شان لي بهذا الفقه احدثكم عن فقه محمد وال محمد من دون العقيده السليمه انتم لستم شيعه لستم مسلمين صدقوني هذه هي الحقيقه من الاخر بحسب فقه العتره انني احدثكم عن الاحكام الواقعيه التي يتحدث عنها القران وتتحدث عنها العتره الطاهره لا احدثكم عن حسن الظاهر وعن الاحكام الاستثنائيه زمان الغيبه وعن امثال هذا. لا احدثكم عن احكام ظاهريه تستنبط بحسب قواعد الاصول الشافعيه عند مراجع النجف. احدثكم عن الاحكام الواقعيه في قرانهم وفي فقههم في عقيدتهم. من لم يكن على العقيده السليمه ليس شيعيا ومن لم يكن ليس شيعيا فهو ليس مسلما ورتبوا بعد ذلك الاحكام انني احدثكم عن مر الحقيقه لا احدثكم بلسان التقيه ولا بلسان المجاملات انني مثلما وعدتكم اريد ان اضع النقاط على الحروف هذه الحقائق لا بد لأحد أن يقولها وأن يبينها للشيعة والشيعة أحرار يريدون أن يتعانقوا معها يريدون أن يرفضوها يريدون أن لا يبالوا بها تلك هي مسؤوليتهم وأنا لا أجد أحدا يتصدى لهذا الموضوع بل لا أجد أحدا يمتلك الخبرة في ذلك ويمتلك علم ذلك كي يتحدث عن لذا وجب علي ان اتصدى لهذا الامر ووجب علي ان اتحدث بامور لا ارغب بحسب سليقتي ان اتحدث بها حينما اتحدث عن حوزه النجف وعن مراجع النجف بهذا الاسلوب القاسي انني اريد ان انفركم ان اصنع البراءه في نفوسكم ان اصنع البراءه الفكريه من مناهجهم القذره التي ابعدتكم ولا زالت تبعدكم عن ائمتكم وعن امام زمانكم هذا هو الذي اقوم به وليس شيئا اخر تريدون أن تصدقوا أنتم أحرار تريدون أن تكذبوا أنتم أحرار أنا لا أبالي بكم ولا أبالي بمواقفكم أنا في مقام الخدمة لإمام زماني وحديث صادقي أمام عيني لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذا الحديث أمام عيني وأنا أحدثكم في كل حرف من هذه الحروف التي نطقت بها حديث الصادق أمام عيني الصادق هو الذي يقول ما أنا الذي أقول الصادق يريد أن يجعل تمام عمره في خدمة صاحب الأمر لو أدركته لخدمته أيام حياتي ما قيمتي أنا وما قيمة آبائي وأجدادي وما قيمتكم أنتم وما قيمة الشيعة طرًا اذا كان الصادق يريد ان يجعل من عمره بكل دقائقه بكل ثوانيه وقفا على خدمه قائم ال محمد فماذا ساصنع انا وماذا ستصنعون انتم وقت الحلقه صار طويلا وحتى انني ما اكملت قراءه الحديث اعود اليكم غدا ان شاء الله تعالى نذهب الان الى تذكره البرنامج البرنامج الذهبي انه برنامج القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني, اليماني الزبده الذهبيه اعرف امامك, إمامك وعرف بإمامك, بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك امامك العباده الذهبيه رابط, رابط مرابطة الأحرار في, في فناء إمامك. إمامك البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء. طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا إذا كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله وسلامه عليهما أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله